نرحب هاتفيا بنجم من نجوم الكره المصريه، نجم ايضا لعبه في المنتخب ولعبه في الانديه، لعبه يعرف ظروف الفريقين جيدا ونستمتع دائما بارائه، الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك يا هاني، اهلا بيك. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله، والله الحمد لله. شفت ازاي التعادل النهارده وفقدان الاهلي نقطتين جديدتين؟ هو طبعا مباراه في الشوط الثاني في اثاره جامده جدا للمشاهد، لكن طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت النادي الاهلي كان اكثر استحواذ، اكثر هجوما على الجول. من هو عايز يكسب، واضح جدا، لكن في هناك حاجه مفقوده في اللمسه الاخيره، في من يستطيع ان يحرز هدف. في برضو في تسرع، يمكن انا سمعت حضرتك تفضلت وقلت على كريم طارق كريم فؤاد وزياد طارق. انا كنت قاعد مع ابني بنتفرج على الماتش، فبقول بيقول لي على فكره كريم طارق ده لعيب كويس. قلت له كريم طارق ده لما ياخد ماتشات كتير هيبقى من زياد اللعيبه كويس. طارق اللي هو الباك يمين، كريم فؤاد سوري. ولا يهمك، هو بيدخلوا في بعض مش مشكله. كريم طارق في الجونه هناك. ايوه كريم فؤاد في الجنب اليمين لو خد ماتشات كتير مع النادي الاهلي هيبقى من اللعيبه كويسه قوي. يمكن حضرتك تفضلت او سبقتني في هذا الكلام. ده شرف ليا. زياد لعيب، انا شايف اللي هو لعيب يعني مبشر قوي 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 قوي، عنده كوره كويسه عنده، لكن هو حظه السيء اللي هو لعب في توقيت النادي الاهلي مش مساعده. صح. يعني هو لعب في توقيت النادي الاهلي مش مساعده. في المقابل نادي المقاولين العرب طبعا لعب مباراه دفاعيه طبعا واضح جدا، ما نقدرش نقول كان منظم دفاعيا شويه، لكن برضو الكلام ده كان لازم يبقى من فتره، لان كان وضع الفرقه مش حلو. برضو نادي المقاولين ما عندوش برضو اللي هو يقدر يجيب جون في اي لحظه. أيوة. لا بيجيب الجون بصعوبه. تمام. فالظروف المباراه ساعدت الفرقتين اللي هو يخرج بنقطه. لكن لو جينا بالورقه والقلم طبعا هنلاقي ان النادي الاهلي ضربه الجزاء ضيعها، الجون اللي هو جه وحسبه اوف سايد. تمام. وصل لجون كتير في ال 18، يمكن الشوط الثاني نص الوقت في 18 بتاع المقاولين، لكن طبعا يحسب للمقاولين اللي هو تصدر لجميع الهجمات اللي موجوده في النادي الاهلي سواء في الجنب اليمين او الجنب الشمال. نقطه مهمه جدا في مشوار المقاولين العرب والازمه اللي هو بيمر بيها. ونقطه غير مجديه خالص النادي الاهلي في مشواره والمنافسه على بطوله الدوري العام. ابتعد الاهلي عن اللقب ام فقد الاهلي فرصه المنافسه على اللقب؟ لا بقت فيها يعني فيها مفيش حاجه صعبه جدا في كره القدم يعني ما ينفعش. يمكن مثلا فوز النادي الاهلي النهارده مثلا يعني كان هيخلي ماتش الزمالك وبيراميدز هم الاثنين بيلعبوا تحت ضغط جامد جدا. مظبوط. تمام. لكن طبعا التعادل هيبقى فيه اريحيه شويه. أيوة. واخد بالك، لكن الاثنين، لكن مفيش حاجه بعيده في كره القدم باي حال من الاحوال. كل شيء وارد في كره القدم، وكره القدم علمتنا كده يعني. لكن المستوى الفني مش ده النادي الاهلي. يعني المستوى الفني مش ده النادي الاهلي، النادي الاهلي معود جماهيره باداء بنتيجه بحاجات كتيره مفقوده في النادي الاهلي. نادي المقاولين ماشي كويس في حيث اللي هو خد 3 بونت في ماتش المحله، اتعادل مع سموحه في سموحه، النهارده بونت في النادي الاهلي مع النادي الاهلي، النهارده خد 5 بونت في 3 ماتشات ما خدهمش من فتره طويله. مزبوط. من اول الدوري العام. صح. فاعتقد ان كل ماتش عن ماتش المقاولين بيبقى احسن. اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها، لان كانت لعيبه فقدت الثقه في نفسها خالص. فهي بحد ذاتها مباراه تحمل معنيين. النادي المقاولين العرب تكمله المشوار عشان حته الازمه اللي هو فيها وهبوطه، لكن النادي الاهلي لابد من اعاده ترتيب اوراقه بشكل ملحوظ جدا جدا. طيب اعاده ترتيب اوراقه دي ممكن نفصلها اكتر مبدئيا كده. السؤال اللي جاي ممكن يجيب على او يشرح معنى يعيد ترتيب اوراقه. هل سواريش في ظل الدفاع المنظم نوعا ما للمقاولين العرب عرف يتعامل مع ده؟ هل الوصول لمرمى المقاولين العرب بالكثافه دي ده من ادوار سواريش، ولا كان المفروض عنده حلول اكتر يقدمها للاهلي في اللقاء؟ بتكلم على كوتشنج بالنظر لانه ما عندوش وقت يمرن او يدرب زي ما كلنا عارفين بسبب ضيق الوقت. لا، في عنده غيابات كتيره مأثره يعني. عنده غيابات كتيره مأثره، حتى قبل الغيابات دي كان برضه كان في دروب لبعض اللاعبين، لكن النهارده مثلا الناس قفشه. يعني نزل قفشه ليس له وجود. قفشه فين في الضربات الثابته اللي كان بيلعبها؟ تمام. فين الوضع طبيعي جدا النادي الاهلي من سنين طويله بكل الفرق اللي قدامه بتنزل بتلعب زي نص ملعب في المساحات، لكن النادي الاهلي بيستطيع ان هو يخترق
المدافعين بيلاقي مساحات يتحرك فيها، حتى مش ما بيلاقيش مساحات. أيوه. بتكتك من جنب اليمين جنب الشمال. لا، النادي الاهلي النهارده بيلاقي صعوبه اللي هو لو فرقه تكتلت في ال 18 او في نص الملعب ما بيعرفش يخترق زمان. تمام. طبعا كل اللعيبه اعتقد ان برضو احمد عبد القادر النهارده اصابته في الاول دي اثرت شويه. طبعا لان احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. لان طبعا ما فيش يعني حد تعرف يعني ليه خطورة على الجون غيره. طاهر بره، محمد شريف بره، يعني اعتقد ان الكواليتي اللي موجود حاليا في بيأدي الماتشات ده في التوقيت الصعب للنادي الاهلي. يمكن ساعات الايه الفرقه بتقع، لكن لما بتقع في نص الموسم يعني او في اول موسم بيبقى فيه وقت اللي انت تقف على حيلك، لكن التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي ده هو توقيت الصراع الجبابره. ايوه. لان خلاص الدوري اللي هيلبس الخط الاخير، فللاسف النادي الاهلي هو في هذا الدور. حتى المباراه بتاعت المقاصه اللي كسبها كان وارد جدا المقاصه كانت ممكن تجيب جول. بكل تاكيد. بشكرك جدا كابتن علاء نبيل على وجودك معانا، ودايما بنستمتع بتحليلاتك. بمناسبه ما ذكره